العناء ديال المجير والتاروات من اكادير من ولاد تيما خدينا لكم ان شاء الله ونفتحوا الله يجزيكم بخير باش نحاولوا نشطوا معنا هذا النشاط. بدات جمعية الصمراء على مجموعة من الأنشطة وهذا النشاط إن شاء الله كيدخل بحول الله تعالى موازات معه هو صريحي اليوم إن شاء الله سعينا أننا نديروا هذا النشاط هذا هو نظري هذا مازال الجمعية باش تكون نكملوا كما كنت نتحركوا وتنطرحوا ديكنيك في الدوجو وغادي نحاول إن شاء الله أننا ناخذوا معرفة نظرية نسمح للناجين نشكروا على المجهود. في البداية هناك كلمة ديال الجمعية غادي يلقيها إن شاء الله تعالى سي مصطفى العفاس غادي يتقدم مشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. أصلا عن نفسي والنيابة عن باقي أعضاء المكتب المسير لجمعية الصمورية والبلدان كبيرة في ولاية تيما. نرحب بكم ونشكر لكم تلبية الدعوة، اسمحوا لي أن أشكر باسمكم جميعا الذين شرفونا بالحضور، أخص بالذكر السيد علاء الدين المفروض رئيس اللجنة الجهوية اللي في الحقيقة فوق المسجد هنا تلقاوه إلى جنة. كذلك الإخوة اللي شرفونا من تايلاند وكنعتبروا أساتذة ديالنا لأن الأكيد كما تعرفوا المعقد ديالو الأول كان مدينة تايلاند. كذلك نوجه بالشكر إلى هيئات المجتمع المدني والجمعيات الرياضية الحاضرة معنا والسلطات المحلية اللي الحقيقة تعاونت معنا باش ننظموا هذا اللقاء. دون أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة مركب في بوريتيما لحضور هذا النشاط الذي تنظمه جمعية الصامورين الأيكيبيدو تحت شعار الأيكيبيدو في خدمة الشباب وتوفيقا بين ما هو نظري وما هو صريحي وعلى غير العادة بدأت الجمعية ولأول مرة تنظيم عرض نظري للتعريف برياضة الأيكيبيدو بأهميتها في محاربة العنف والمخدرات من تأثير الأستاذ محمد نجيم حقيقة الإخوان طيحوا عليا من البر باش ندير له ترحيب خاص وأنا ما بغيتش نرحب به لأن الإنسان ما يرحبوش به في دارو أنا كنعتبرو طير دارو بطبيعة الحال وكنعتبرو الجمعية هي في يعني فوق ما إن شاء الله توصل شي نشاط وتسمتو راه غيبقى هذا البيت تاعو. ومساهمة منها في الرقي بالرياضة محليا وإلى جانب الجمعيات الرياضية بحضرة ولاية تيما تسعى الجمعية إلى نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف داخل أوساط الشباب خاصة وجميع الفئات العمرية عامة. وحتى لا أطيل عليكم أترك الكلمة للأستاذ نجيب يوميا والممارسه اليوميه التي تفوق مدى الدوجو
فما يمكنش الانسان يقول انه تيمارس هيك بيدو لا في الجنود يخرج من الجنود يكون انسان عادي. فهو انسان اللي خصو يطبق المفاهيم والفلسفه ديال هيك بيدو يطبقها في الحياه اليوميه. لا يخفى على احد بان كلمه هيك بيدو هي مجموعه ديال الافكار، هي الكلمه ديال هيك بيدو راه مجموعه ديال الافكار. والاساسي فيها هو ان يكون تناغم في الممارسه. فهاد الدروس هذه اللي هي دروس نظريه لا تقل اهميه عن الدروس اللي كتكون تتعطى في الجنوب بالكيمون. ففعلا اذا ما كناش مامنين ان هذا الفن ديال الاكيبيدو بانه راه عنده امتداد في الحياه الشخصيه واليوميه فتمارسه ربما غير واحد الجزء ضئيل من الاكيبيدو. ففعلا الاكيبيدو محاربه العنف والمخدرات. فكل واحد تيعرف واحد الجمله كان قالها عن كان هي شخصين انا فلوكي كتبها في الكتاب ديالو اغلى انفاسيون ترجمه ابارتيغ دو مومون اون اتاك اون بلو اكيدي دوكا. يعني في الوقت فاش الانسان ممارس تيهاجم ما بقاش تيمارس لاكيدي دو. ولا مشينا في هذه الفلسفه هذه راه كيبان بانه هذه الجمله هذه كتلخص ان الاكيدي دو لا علاقه له بالعنف. لان اذا دخلنا واحد المجتمع فيه الناس ولا مثلا هذا الفضاء فيه الناس ممارسين ديال الايكيبيدو ما غاديش يكون عنف لان تحت ما غادي تحت اصلا اللي يبقى ايكيبيدو ما خاصش يتهاجم. فهذه الندوه هذه كنشوف بانها في صدر الموضوع بانها كيف لا تقل اهميه عن ممارسه الهجوم. ف انا فرحان جدا انني جيت الدعوه هذه الكريمه وكنتمنى للجمعيه ديال السموري كل نجاح بالتوفيق، كنتمنى السي بوعزه كل نجاح بالتوفيق وسائر الجمعيات المنظمه حتى اليوم للجنه الوطنيه ديال اكيبيدو وشكرا جزيلا والله يعاونكم. الى التابعات متزوج ابن ثلاث ابناء مارس في البطوله الوطنيه لكره القدم دوزيام ديفيزيون تروزيام ديفيزيون مارس الايكيدو لعده سنوات بعد ذلك استقر في محطه الايكيدو والتي لا زال مستمرا بها الى حد الان والى ما شاء الله ان شاء الله. يعتبر اول مسلم اطر خارج المغرب تدريبا بإيطاليا بدعوة من تلميذه خليل عصام. هو حزام اسمح النجيم بالتأكيد حزام أسود درجة خامسة دولية يتلقى تأطيرا مباشرا من طرف رئيس الجامعة الدولية ومؤسس هذه الرياضة الأستاذ قلم فلوكي كلوشي درجة ثامنة حزام أسود درجة ثامنة. أطر جميع لسان فيرمار حاملين حزمة السوداء وما غير السوداء بالمغرب بدون استثناء اما من قريب او من بعيد. ترك بصمه كبيره على هذه الممارسه بالمغرب نكن له الحب العظيم والاحترام الكثير. اسمح النجيم تفضل مشكورا. في بدايه اود ان اشكر جمعيه السماري على هذه البادره الطيبه وهي تنظيم ندوه أو لقاء نظري في الأيكيبودو إلى جانب ملتقيات تطبيقية التي ننظمها داخل التدريب في إطار الفن الذي يمكن له الحب الكبير. كذلك الشكر الجزيل للسيد رئيس اللجنة الوطنية للأيكيبودو على دعمه وحضوره لهذا اللقاء. الشكر الجزيل كذلك للأساتذة الأيكيبودو الحاضرين معنا سواء سي محمد أديب مدير تقني بأكادير، سي مشاقي مدير تقني بدردنت، سي صالحي سي أيوب جميع الأساتذة الحاضرين معنا. حضور كريم نشكره جزيل الشكر على حضوره كذلك من مختلف الأطياف سواء المجتمع المدني كجمعيات أو سواء السلطات المحلية التي وفرت لنا هذا الفضاء الجميل. وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم في هذه المداخلة المتواضعة
وأراني ربما لا لم أهدف هذا المكان، مكاني الطبيعي هو داخل الدوجو والتاتامي بين إخواني بألبسة الكيمونو والحاكمة في أيكيبودو، ولكن أنا هنا كذلك أشارك بهذا المنطوة فقط نشارك، ولست مغترا ولا منذرا ولا أي حاجة، مشارك بمشاركة متوازعة إلى جانب إخواني الحاضرين معنا. كذلك الشكر الجزيل للسيد أحمد مردار قيدوم أيكيدو بالمغرب على حضوره، ونتمنى كما أسلفت أن نكون عند حسن ظنكم. إذن المداخلة هي تحت عنوان دور أيكيبودو في محاربة العنف والمخدرات، ولا يخفى على أحد منا أننا نعيش في المجتمع المغربي هذه الظاهرة التي أصبحت تقض مضاجعنا وأصبحت حادثة الكل، يعني العنف بشتى أشكاله سواء داخل البيت أو المدرسة أو في الشارع، يعني أصبح العنف هو الحديث والعملة المتداولة حاليا. إذا قبل تعريف العنف ومحاولة إعطاء دواء متواضع لهذه الظاهرة، لابد أن نعرف الأيكيبودو الذي تأتي ككلمة أولى في هذه المداخلة، أي مداخلة الأيكيبودو ودوره في محاربة العنف والمخدرات. إذا الأيكيدو كما أسلف أخي وصديقي الأستاذ بنفول في إعطاء تعريف إثر كلمته، فهو باقتضاب الطريق إلى الانسجام بممارسة الفنون الدفاعية، يعني بشرح ديال الخبير الدولي الأفريقي حاولنا فقط أن نترجمه. كذلك تعريف آخر بتقسيم كلمة الأيكيبودو إلى أربعة أقسام أو لكانجي. لكانجي يعني أي هي الاتحاد، وكي هي الطاقة، وبو هي الشجاعة، ودو هو المنهج، يعني اختصارا طريق الانسجام بممارسة الفنون الدفاعية. وهو من الفنون الدفاعية ذات أصول اليابانية، يعني يرتكز على أسس تاريخية عريقة، هي ثلاثة مدارس تايتوريو أيكيجو جوتسو وكاتوري شينتوريو ويوسينكان شينتوريو، وهي ثلاثة أسس كما قلنا تاريخية تأسس عليها هذا الفن، بالإضافة إلى اللمسة الرائعة التي أضافها الخبير الأنفروكي كي يجعل من هذا الفن فنا يزوج بين الأصالة والمعاصرة، يعني عنده شق تاريخي يرتكز عليه وشق معاصر نستفيد منه كتقنيات وكحركات لرياضة الجسم والدخول في انسجام تام مع المحيط. إذن هذا تعريف للأيكيبودو المتواضع. ننتقل الآن للتعريف بالعنف. ما هو العنف؟ يعني كمظاهر وكإحساس كلنا عنده تعريف للعنف، وكلنا ربما تعرض من قريب أو من بعيد إلى مظهر من مظاهر العنف، سواء كان جسديا أو نفسيا أو حتى لفظيا. وهناك أنواع كثيرة كذلك من أنواع العنف، ممكن نكبر الدائرة ونعتبر أن هناك عنفا اقتصاديا وعنفا سياسيا وعنفا اجتماعيا كذلك. إذن العنف هو كل ضرر يلحق بالآخر بصفة متعمدة، ويمكن أن يكون جسديا ونفسيا ولفظيا. إذن الشريط المرافق لهذا المداخلة، يعني ممكن أن نقرأ تعريفا بصيغة أخرى.
هنا بالنسبة للدراسات تؤكد الدراسات النفسية والاجتماعية على أهمية دور التربية في كان في الأسرة ثم المدرسة ثم جمعيات المجتمع المدني، وتعتبر فترة المراهقة أي من 12 عام إلى 18 عام من أخطر المراحل في عمر الإنسان، ويمكن أن ترتكب خلالها جنح وجنايات. إذن بالنسبة للدراسات يعني تعتبر فترة يعني من أخطر المراحل، والأيدي منه يحاول ما أمكن أن يحتوي هذا الشيء من 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 العمر لإيجاد الدواء الناجع داخل الأكل بدون خلال ما نمارسه صباح مساء من شيم الانضباط والاحترام ومحاربة ظواهر نفسية عديدة كالتقوقع كالخوف كالخجل، عدة عقد نفسية ممكن تؤدي بالشاب إلى محاولة تعبير عن ذاته بالعنف سواء داخل أسرته أو في مدرسته أو في الشارع. إذن إحصائية أخرى، الفئة الضحية عادة هي الفئة الأضعف في المجتمع وهي الأطفال والنساء ثم الرجال، كما هو مشار إليه في تقرير صدرته الأمم المتحدة في عام 2001 أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت للضرب والإكراه على ممارسة الجنس أو نساء معاملة بصورة أو بأخرى. إذن هذا تعريف الأيكيبودو سبق أن قرأناه، لا بأس من التعريف بثانية. أعلام الأيكيبودو التاريخيين أي أساتذة الخبير ألان فوقي تاكيدا مينو موشوزوكي وشيو يوشيو سوكي. ماذا تعني كلمة الأيكيبودو؟ يعني سبق أن قرأنا كذلك مبادئ الأيكيبودو، هي من المبادئ الهامة في محاربة دائرتي العنف والمخدرات، يعني الشيساي زانشي لوكيمي تحكم في الذات الانضباط الحياة التضامن الليونة الانسجام، كلها أشياء تساعد الممارس على تجاوز هذه الظاهرة. أنواع العنف، هناك عنف العائلي والعنف الجسدي والعنف النفسي. يعني كيف يمكن توظيف هذه المبادئ التي يقدمها هذا الفن من أجل محاربة العنف؟ هذا تساؤل. ويسمى ايضا العنف العائلي يسمى ايضا بالعنف الاسري، ويدخل ضمن تهديد حرية الانسان وكرامته وبالتالي حقوقه كانسان، وقد يقوم بذلك الزوج الزوجة ابن الاخ، ويتمثل هذا النوع من العنف في الضرب والاهانة باشكال متعددة. يعني لا شك ان هناك بيوت يكون فيها الابن مصدرا للعنف ضد أولياء أمورية وضد إخواني. يساهم هذا الفن في تنمية الأسرة من خلال تكوين الأولاد، حتى الآباء تكوينا يكتسبون في روح المسؤولية والانضباط واحترام غيره. ونتعلم من خلال الأيكيبودو ثقافة التعايش مع مختلف الأجناس والأعمار، ونتعلم أيضا كيف نواجه الصعوبات بكل عزم وإرادة وثقة في النفس، وذلك من خلال تدارب مكثفة من أجل ترسيخ مجموعة المبادئ على يعني الاحترام وما إلى ذلك من الشيم. نتعلم كذلك ضبط النفس وكيف نحافظ على توازن الفريق كوحدة متكاملة في انسجام وتعاون متبادل. العنف الجسدي هو الذي يتمثل باستخدام القوة الجسدية بشكل متعمد تجاه الآخرين بهدف إيذائهم ولحق أضرار جسيمة بهم، مما يؤدي إلى تسبب الآلام والمعاناة النفسية جراء تلك الأضرار مما يعرضهم للخطر. ومن الأمثلة على أشكال العنف الجسدي رفسات بالرجل، الخنق، الضرب بالأيدي أو بالأسلحة البيضاء أو غيرها كاللطمات مثلا. اعتداءات بدون سلاح، يعني نشاهدها صباح مساء في الشارع العام
مؤسسات العمل حالة اعتداء بالسلاح في مركبة عمومية رندوري عدة تشوف المهاجمين نحارب هذا الفن جماعة والعنف من خلال مجموعة من المبادئ ومجموعة من التقنيات المدروسة والمطورة من طرف الصيغة يعني المركز الدولي للأكويدو الذي يشكل المرجع التقني والأخلاقي والفلسفي لهذا الفن. أنا غادي نقطعو في هاد النقطة نبينو كيف يعني بيت القصيد كيف يحارب الأكويدو العنف والمخدرات في الدوشو يتم التعامل بانضباط واحترام للأستاذ وللقاعة وللممارسين. في الدوشو كذلك يتم تفريغ الشحنة الزائدة من العنف في ممارسة تقنيات الأيكيبودو مع الشريك داخل الدوشو. وفي الأيكيبودو كذلك يصبح للشاب أهداف عليه تحقيقها لإثبات ذاته الشيء الذي لن يجد معه وقتا للتفكير في العنف ولا في المخدرات. داخل الأيكيبودو كذلك سيصبح للشاب أصدقاء جدد يبعدونهم عن أصدقاء السوء ومروجي المخدرات. داخل الدوشو في الأيكيبودو يتعلم الإنسان فلسفة التعامل مع الآخرين بدبلوماسية وعدم الدخول في الصدام، وهو منهج التايزاباكي الذي نمارسه صباح مساء داخل برامج الأيكيبودو. يعني الإخوة الممارس بالأيكيبودو يعرفون أن هناك أنواع كثيرة من التايزاباكي كتقنيات لاجتياز الأحزمة، ولكن هناك مفهوم أكبر للتايزاباكي وهو عدم الاصطدام مع الآخرين سواء في العمل سواء في الشارع العام. هي عملية صعبة شيئا ما، ولكن الإنسان يحاول جهد إمكاني أن لا يصطدم ويتعامل بدبلوماسية كبيرة حتى لا يدخل في ما لا تحمد عقباه مع الآخر. في الدوشو كذلك يتعلم الشاب أهمية الصحة البدنية ويحاول أن يحافظ عليها من المخدرات. يعني هذا مصيبة، يعني ممكن اسمها مصيبة التي ابتلي بها كثير من الشباب، يتدمر الصحة عموما وتدمر العقل وتدمر العلاقات وتدمر كثير من الأشياء. ده الشاب يبقى يدخل الدوشو أيكيبودو، جبنا الأيكيبودو كنموذج، يعني ممكن الإنسان أي